نادر الواحد يتخرج على تخصصي يحصل الوظيفة اللي يبيها قليل. فالإنسان ما له إلا حل واحد اللي هو يلجأ للقطاع الخاص اللي هو في أماكن متوفرة، يعني شهادته تروح على الفاضي يعني بالأساس، يعني صار له 4 سنين ويدرس ويتعب آخر شيء ما يلقى مكان اللي يبيه، هذا حرام أكبر غلط. والدولة كانت تحاول أن تحط وظائف شغل للشباب بس ما يعني وعدهم كبير ما شاء الله الخريج، يعني ما لهم مكان بالدولة ولا شيء. أكثر الطلب يعني في يحاولون على أشياء يعني مو تخصصهم الرئيسي نفسه، وظيفة مو هم وظيفتهم، بس إن شاء الله إحنا نتأمل خير وإن شاء الله نقول الوظيفة نفسها اختارونا. يعني أنا دشيت تخصص هذا أو دشيت المجال عشان أنا عندي وظيفة أبي أشتغلها، ما بيشتغل وظيفة غير اللي أنا حلمت فيها واللي أنا تخيلتها. ممكن يؤدي إلى اليأس، يمكن استسلام، ممكن، بس أن الطالب نفسه أن يدرس في شيء معين ثم يتوظف بمكان غير مناسب فهذا يأثر عليه سلبا. في بعضهم واسطات يدشون على طول، وفي بعضهم أنه لا ما عندهم واسطة فيقعدون شو يسوون. يعني أنا عندي ناس تخرجوا من كلية الاجتماعية علم نفس قطوهم مكان يعني مو تخصصهم، فهذا يعني ما أدري هل هو خلل من عندنا حنا يا الطلبة ولا خلل من التعليم ولا خلل ما أدري.